موعد إجازة عيد الفطر 2024 وعدد أيامها للموظفين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. أيام قليلة وتفصلنا عن عيد الفطر المبارك، أعاذه الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بكل الخير. وفقا لحسابات معهد البحوث الفلكية، فأن عيد الفطر 2024 يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ليكون بذلك يوم الثلاثاء 9 أبريل، هو المتمم لشهر رمضان المبارك. ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء كل عام يصدر قرارا بتحديد عدد أيام أجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام، بينما أجازات القطاع الخاص فيصدر بها قرارا من وزير العمل لتحديد موعدها وعدد أيامها. أما عن إجازة عيد الفطر، تبدأ من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم السبت 13 أبريل، ليعود الموظفين إلى العمل يوم 14 أبريل، لتكون بذلك 4 أيام إجازة للموظفين حتى الآن.